جماعه الاهلي كل غادي ابو رخيصه ابو رخيصه، فهمت كيف؟ تحس تونسي انت تونسي رفع لك راسك. اما فما تصويره انت مع مع بلها يظل يجيك كان انت كان صاحبه. هو المره الوحيده اللي جات السوسه مشيت انا وياه من هنا، يعني هو انا مشيت بالكرهبه معايا ودخلته، وهو هز صاحبي ومعنا صبري جاب الله، مشينا عدينا نهارين في سوسه وبرمج هو باش يصيف بحذايا، يعني يجي يعدي جماعه خاطر تفرهد فرحوا به غاديك الحق نتاع ربي، وبقينا ما شويه ربي ما سهلش. انت وقتها سمعت الخبر ضربت خوك قلت له يزي من الاشاعات، وين كنت وقتها؟ انا احنا لعبنا ماتش مع المنتخب ضد المنتخب الجزائري في صفاقس، وكي روحت دخلت للدار، نسكن في سوسه في دار وقتها، يدخل معي اخويا الصغير يقرا، عرضني قال لي رياض راه سمعت قالوا الهادي برخيصه مات، وانا مزت بالساك ضربته من بارياكسيون ما نعرفش على روحي عملت كيك.